علي صبري ثابت، مواليد عمان، أردني. خلصت دراستي برمجة تحليل نظم حاسب آلي ب 1988. عملت في مجال البرمجة حوالي 4-5 سنوات. من خلال العمل في مجال البرمجة تعرفت على نظام أو شركات السياحة والسفر. عملت برامج لشركات السياحة، وبالتالي حبيت تحول من البرمجة لقطاع السياحة، وبالتالي بدأت مسيرتي خلينا نحكي في مجال السياحة والسفر. جيت في على قطر سنة 2000، اللي تقريبا 23 سنة في دولة قطر. طبعا اشتغلت في عدة شركات، 3 شركات 4 شركات في البداية. بعدين سنة 2007 قررت أفتح شركتي الخاصة، طبعا بشراكة أخ عزيز قطري. منذ 2007 الحمد لله كانت أمور ممتازة، عملنا اسم كبير لسفريات ميلانو بهذه الفترة، شاركنا بالكثير من المعارض الدولية والمحلية، تعرفنا خلينا نحكي العالم على منتج القطري السياحي، وخاصة بعد استضافة قطر كأس العالم 2022 أصبح لدى قطر اسم كبير في مجال السياحة. طبعا من خلال البنية التحتية الكبيرة والتطور الكبير في البنية التحتية السياحية، طبعا أهم ما طرأ حديثا على دولة قطر اللي هي إيجاد مرافق سياحية جديدة، الشواطئ، الجزر السياحية، مدن الألعاب. ركزنا في تسويق دولة قطر كوجهة سياحية عائلية لما تتميز به بأمن وأمان. طبعا هاي تعطينا دافع كبير أنه نسوق البرودكت السياحي بشكل عام لدول مجلس التعاون بشكل خاص. طبعا معظم شركات السياحة والسفر محصور عملها في قطاعين رئيسيين، اللي هو إصدار تذاكر السفر وحجز الفنادق. بالفترة الأخيرة ونرجع نحكي مرة ثانية، إحنا كأس العالم كان علامة فارقة لدولة قطر، صار عندنا الإشي بسموه إمباوند اللي هو حجز حجوزات داخلية، نتيجة للتعريف دولة قطر على مستوى العالم. في الكثير من الناس حتى بعد كأس العالم صاروا يجوا دولة قطر للتعرف على المنتج السياحي القطري وعلى الاستعدادات تبعت كأس العالم. كثير من الناس بيحضروا، صار عندنا سياحة الملاعب، يجوا يشوفوا استاد الثمام، استاد البيت، لأنه كلها أيقونات يعني وتحف معمارية أكثر ما يهينها ملاعب. وبالتالي صار عندنا إمباوند، من خلالها صار نحجز للقادمين لدولة قطر سواء فنادق، سايت سيينج مع دليل وكل ما يلزم، سفاري. في شغلات كثيرة صار، يعني لو قبل 10 سنين سألنا إنه شو في قطر داخل، في فرق كبير بين وين صرنا كسياحة داخلية ووين كنا. أهم ما تميز خدمات شركات السياحة والسفر هي الخدمة، الخدمة ومعرفة الناس والعلاقات. كل ما كانت الخدمة صادقة وصحيحة كل ما كسبت أكثر زبائن. وبالتالي العلاقات اللي كونتها في 23 سنة وكعلاقات كثيرة، تعرفت على ناس كثير كانوا شباب صغار صاروا كبار، صاروا في مناصب كبيرة في الدولة، هذا كله بعطيك تميز عن أي شركة سياحة تانية سواء كانت جديدة أو قديمة من خلال العلاقات المميزة مع الزبائن. طبعا احنا فينا نطور عملنا مجال السياحه بالاستثمار في الامباوند، نحاول قدر الامكان نستقطب زوار لدوله قطر من كل دول العالم من خلال عرض برامج قطر للسياحه. قطر للسياحه عندها موقع جميل جدا، فيه بيحكي 13 لغه، اخذ جوائز كثير كبيره. طبعا خطوط الجويه القطريه لها سمعه عالميه واخذت جوائز عالميه، احسن طيران 3 سنوات متتاليه. مطار حمد الدولي نفس الشيء برضو أخذ جوائز. بالتالي عندنا إحنا مجموعة من العوامل تقدر فيها تسوق قطر بشكل جيد. وبالتالي إحنا بس يعني بلزمنا نتواصل مع العالم الخارجي بشكل مباشر حتى نقدر نوصل هاي الرسالة ونعمل على استقدام زوار لدولة قطر لتسويقها كمنتج سياحي عالمي.
طبعا انا بدي اذا بدي استحضر ولا اشكر ناس ساندوني ووقفوني خلال مسيرتي المهنيه، طبعا على المستوى الشخصي اكيد زوجتي، لانه كانت دائما داعم اساسي لكل الافكار اللي بنتناقشها ونطرحها مع بعض، كانت ذا بيجست سبورت على مستوى الشغل والشركات. السيد ناصر بن عبد الله بن زيد المحمود اللي هو اول شريك لي في قطر، عملنا شغل مع بعض احنا بسفريه ميلانو. وعلى الصعيد الاعلامي السيد بدر الدين مالك دائما هو سبورت وبزودنا بافكار طيبه حتى نكون دائما بالسوق ونعمل افضل ما يمكن. اول شيء كما تفضلت برجع الفضل رب العالمين ثم للقيادة الحكيمة في رسم الخطط اللي بتشجع الاستثمار. طبعا كل التوجهات اللي بتكون من سمو الأمير البلاد المفدى كلها بتعمل لصالح المستثمرين ولصالح جلب الاستثمار من لدولة قطر وتسهيل كل ما يقف عائق أمام المستثمرين لجعل عملهم سهل وبسيط، لدرجة أنه حاليا ممكن تأسس شركة خلال دقائق عن أونلاين بدون ما حتى تطلع من المكتب، وهذا طبعا بدل على الاهتمام الكبير من الدولة الرشيدة لتسهيل للمستثمرين القدوم لقطر والاستثمار فيها.